السلام عليكم دزير بوي بيجي رياكشن. رجعناكم لوليد برياكسيون جديدة كالعادة والعوايد. الجديد مش موجود دوك موجودة سيريات الولاد والجديد ديجا خدمناه بزوز رياكسيونات في الجديد، وعندكم رياكسيون تابعة سيري ريد ستار الرادي اولد تراكس. الولاد قلت لكم راي متواصلة، حتى وكان نبطاو عليكم ساعات اعرف راو جيوست خطر فما جديد، والجديد ديما يتبجل على القديم، وكان ما فماش جديد اوتوماتيكمون يجي سيري رادي وسيري ذا موست هيتس. هذا ما يمنعش الولاد تراك باختياركم انتوما كالعاده والعوايد ريد ستار رادي ايلان. اكثر كومنتير ماخو لايكس في اخر رياكسيون تبع سيري ريد ستار رادي، دونك لبينا لكم الطلب ورجعنا لكم بحاجه كيف ما نقولوا نتصور موجعه. فهمت كيفاش نتصور؟ فما برشا وجيعه في البارز اللي باش نسمعوهم ليريكلي من عند الرادي. علاش؟ خاطر تراك اسمه ايلان. ايلان طفل صغير من سوريا عمره 3 سنين، عنده مديده الحكايه، عمره 3 سنين، عنده 8 سنين هاك تشوف. خاطر رادي بيان سور كومونتير هذا قريته مع الكومونتير اللي اخترتوه انتم، كاني غلط صلحوا لي الاولاد. اما الطفل هذا طفل سوري، فهمتني كيفاش، من سوريا في عهد الحرب نتاع سوريا وقتها، ومات غارق وهو حارق لتركيا. اللي نورمالمون كنت تذكروا الاولاد على يظهر لي على هكايه يعني بالبوزيسيون هذيا على شط نورمالمون كان صحيح الاولاد، وكان غلط بالله يصلحوا لي في الكومنتات، ما نحبش نعطي معلومه ولا نقعد المعلومه غلطه. هذا ما يمنعش الاولاد باش نسمعوا التراك، نتصور باش نسمعوا برشا نقد، ومره هذه نقد مش على تونس، نقد على العالم، ونقد على الجوع نتاع العالم، ونقد على المراحل والظروف اللي توصلك تحرق انت وعائلتك بغشير صغير عمره 3 سنين، وتوفى الحكايه بغشير صغير عمره 3 سنين متوفي، فهمتني كيفاش، في حرقه تركيا خاطر هارب من بلاده في حرب. برو نشوفوا شنو هي الفوضى مع بعضنا، نشوفوا شنو هي اللغه، جاي باش نعملوا جو، جاي باش نتفردوا فرد الوقت، جاي باش نسمعوا برشا حقائق حتى وكان موجع لازمنا نسمعوها. شوفوا شنو هي الحكايه الاولاد، ليتس جو، يلا بينا. يلا الله يرحمه وينعمه بيان سور. دخلت الرادي، دخلت الرادي برو، دخلت الرادي. نقعد ما رياكتيش عليه شويه، كلي بالرسمي نتوحش الاجواء والحاجات الاونيك نتاع الرادي برو، كيما دخلت السامبلوات اللي يستعمل فيهم باش يدخل بيهم في البيت. صحيح نزلت نعيش بورقة نتنفس بالستيلو، نزلت نشد تركين نكتب فاش نعيش اني توكي قبل ولدي يغزر لي ونحكي له نعلمو من الدنيا دروس سبق قريتها وما فادتنيش واحد واحد. ايه اسمع، قالها وعملها برو، فهمتني، قالها وعملها. نتصور قار علم الولد دروس بالرسمي، مش جيست قالها بار في راب يعني، فهمتني كيفاش، جيت في تراك هكاك صحيح لي ونحكي له نعلمو من الدنيا دروس سبق قريتها وما فادتنيش واحد واحد. الجملة عمرها ما كانت تفنين لحساب مو حال يكون كيما علمونا كيك يحبوا يطلعوها حداش لحساب مش حل مش كيما علمونا هكاك. ايه يا برو، ايه يا برو، ديما نحكي فيه الموضوع هذا. وصاحبي اذا قاعد تقرا اقرا لروحك، ركز في قرايتك، ربي نشحك، خذ باك، تحب تمشي تقرا في الجامعه اقرا في الجامعه اكسبيريونس شبابه، وفرد الوقت قاعد تتعلم وقاعد تاخذ في ثقافه باهيه كومبليتمون. اما هذا ما يمنعش راك برشا حاجات تتعلم فيهم ومش ينفعوك في حياتك تو سامبلومون، هذا شنو نجم نقول لك. وكان قاعد تضيع في وقتك وانت تعرف اللي ما عادش عينك في القرايه وماكش قاعد تنفع في روحك، تنجم كيما تمشي تقرا حاجه سبيسياليتي انت تحب عليها، تلم لها ضرب فلوس تمشي تقراها، كيما تنجم تعمل صنعه صاحبي، تعلم صنعه تحطها تحت يديك برو، وراي تهزك وين ما تحب تمشي، تبدا بمشروع صغير بعديك تلقى برشا مشاريع، ان شاء الله ربي يسهلك. اما هذا ما يمنعش برو، ديما نقول هذايا راي القرايه ماهيش كل شيء،
القراية ما هيش كل شيء. العلم انك تتعلم برشا حاجات، خاطر حرفيا راك الحاجات اللي مش تعلمهم في الدنيا وش تعلمهم من حتى من سوشيال ميديا من اي بلاصة راه ما يدوك ماشي ينفعوك في حياتك، ينجموا برشا من القراية. فهمت كيفاش؟ اما هذا ما يمنعش القراية مفيدة كان قاعدة تفيد فيك وكان قاعد روحك تحس في روحك مانيش نضيع في وقتي ونجم نوصل في الحاجات دي تو سامبلو مو يا برو. من الاخر في 20 كي لازم تطلع قرعة ما تفوت صفر حاجتك على قد اهل العزم تأتي العزايم حشوة كي تتعدى القصر دخني ما فما منا شي صن ليقضي الشورة لان طحنا كان مسد الرجل حقك ما تاخو بالرجلة كي تبداشي السوبرمان ما ضاع حق وراءه وطالبو كلام مكتوب بتصوير واكتر منه لكن استنيت كل لي شن اللي يعطيك بو كلام تكتب تصبير واكثر منه ليه يا برو. فهمت كيفاش؟ اكثر منه ليه ذي 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 حاجه حسيتها انا كتبتها على موضوع كيما هكا صار اما فرد الوقت باش نوصل بها رسالتي ذي انت تراها تنجم تراها وتقول الراديو الكب على الحدث كيما اي حاجه يعني كيف ما نقولوا خاطر حاجه كيما هكا كسرت الدنيا وكسرت الاعلام في الوقت هذاك دونك الراديو ركب على الحدث اما ليه ما ركبش على الحدث بطريقه سلبيه بالعكس ركب على الحدث بطريقه ايجابيه مش انه علق على الحاجه اللي صارت هذيك اللي واجهت برشا عبيد وفرض الوقت استغل الفرصه باش يوصل فكرته وباش يوصل النقد نتاعو والنقد نتاعو صاحبي في بلاصتو نجمش دونك تقول على حاجه كيما هكا غالطه ولا وقتها غلط صحيح مكتوب بتصوير واكثر منه لكن استنيت كل لي شو اللي يعطيك بو كم تفك حقك يضيعتي تحسبو شاك فاك ترسي واضرب ما تعلم كان جبن خوف شمال ومال الناس فرقة تجيب كان الظلم مجتمعك كان نلقاك وحد ينزل ما يروف تكون الخوك بنيان مرصوص ولا ضاع الحلم احيني اليوم وقتلني غدوة كلام النايكين نعيش اليوم وغدوة عليك احيني اليوم وقتلني غدوة العباد اللي بتعيش بكلمة ولا بمقولتك اللي تي مادام اليوم جاونا بيه يا من احيا الغدوة هذيك صحيحة برو ما صحيحة كي تستعملها في حاجات يعني في حياتك العادية ولا في مشاكلك ولا باستفادة تخرج منها الجملة هذيك مش تبدأ كل يوم بارك ماك تعمل في حد شيء فهمتني كيفاش كل يوم تخرج تعمل في يعني تصرف في حاجات انت اصلا ما عندكش وكبير كي نقول كبير معناه فوق 18 سنة دونك راك تبدا من غادي تبدا المسؤولية بدا على بكري صاحبي باش توصل على بكري فهمت كيفاش هذا ما يمنعش وتبدا كل يوم بينك وماك تعمل في حد شيء وبعديك تي ما دامني جوي بي اليوم ما دام عندي حقا وعندي جوي بي يا من احياء الغدوة بقلا ليها فهمت كيفاش برو غلطة غلطة صاحبي مش هكاك شكيكة ولا مش شكيكة جملة ليش ما نعيشش السنين مكتوب ونعرف حد الله نكون من المشرفين خلي الخلق للخلق حدكم عليهم متوكلين قد ما هي توكل مية ما تسد الشرمق ما دم لكم جيعانا لفوه ديما محلولة ما هيش حكاية تشهاوي تمع ولا حكاية تدمق حتى القطوسة على ولاد هيك الجوع تولي غولة عصفور في اليد حتى القطوسة على مجوعة تولي حولة على ولادها خاطر معروفة القطوسة كي تجوع راي تاكل ولادها حرفيا وخصوصا كيفاش ربط الكبار بالجوع في اون جينيرال في الحياه تم مضمون استنبت للعشرة مادام تنجم علاش تخليهم يطيروا بتريبولك ما تكون احنا الشي بدل قشرة رزقك مبعوث لك مادام ركحولك عالسيرو تقعد جيرو لا عرف روحك في البطال شرعني ذا الحرب وقت منيك مترخ مهما زاد طال فرج نهايتو ما تعطي ذا الكار عزيز كل حد وتربيتو مترخ برو حتى وكان الفرج طالت نهيت وحتى وكان مازال ما جاش ما ترخش برو كمل في اللي انت تعمل فيه يا برو ما تقفش ما تقولش هكا هاو سيا ما عادش فيا فباش حاجه اسمها استسلام فهمت كيفاش باش بعديك كي توصل وحتى وكان ما وصلتش تبدا راضي على روحك اللي انت جربت واللي انت حاولت قد ما تجم اما الله غالب مش كاتبه كيف ورحت البل ما تشرب مل قدش من مولا جه ما ترقت وكان اشكار الدواء غطت ومريت وكصبح فيه الخير فالوقت اللي جال خلاص ما تمنى كان كتير بين ما فليس فليسي ولي كتيس كذب غلط برو من الجماعة ريش ما فما من الشي ولو من القطر تتلم قدرا ما تظهر شي في بحور تعبسني في رمشة عين ضعك في الحوت كلالو سكوت فضم الكلام وهو الذهب مش كل ما يفضك اللي يحكي عليه مش لهرب وحد وحد برو الرادي يقعد رادي مش نقعد ديما نقول هيلكم ونعاود هيلكم مرة أخرى ريتستر رادي كتيبتو ما ينجم يمسها حتى رابير آخر صاحبي لا في تونس لا في العالم العربي صاحبي يمكن ما في العالم مادام في تونس ما نجموش يعني في العالم أجمع يمكن يعني
كتيبته لكتيبته صح، طريقة التوصيل متاعه وطريقة الرسالات اللي تسمع فيها في الكلام، وحتى وكان كلام معقد كيفاش توالف مانيش فاهمها انا بدي هذه تخش عليه، عارف اني راك باش تسمعني برشا مرات راك باش تبدا تفهم اكثر واكثر، وفوق هذا الكل كي تفهم حتى كان حاجه تصعب عليك وتعاود تفسرها في مخك وتفهمها برو ربط معاني مش عادي برو. هذه الكتيبه صاحبي، هذه كتيبه، هذا ستيل بتاع راب بالرسمي مش للناس الكل، هو ستيل هذا بتاع كتيبه في الراب اما مش للناس الكل. توصل كلامه هو التهرب، مش كل ما يفضك اللي يحكي عليه مش لهرب، وحد وحظا اللي كتب لي كانت تعب نحي بصر منخوف مادام خلقت من جمله عرب، مش بالطرب بلا بحبتني وحبيتها بكلام مشوار عم العيشة اللي فيها نحاربه، عمري ما كنت مركب زلنا ونكون حبيتها، ما جيت للدنيا نضحك جيت للظلم باش نتضاربه، سعدك يا فعل الخير ما جيت للدنيا نضحك، ما جيت للدنيا كلي سيبون كل شيء حاضر، جيت للدنيا في الظلم فهمتني في ولا كيفاش باش نتحاربه برو، مش نتعارك ولا جاي للتعب اما باش نتعارك برو سيبون، انا عارف روحي شنيا علاش جاي للدنيا هذه، جاي للدنيا هذه باش نوصل للحاجه اللي نحب عليها، دونك باش نتعارك ضد كل شيء، خاطر انا المكان اللي انا منها ما نجمش نوصل للحاجه هذيك، دونك هيك علاش نقول صاحبي حارب تو سامبلومون. كثير مش اليوم قدوه، زفتك يا ساكت على الحق ينقلني بشروط يا مثلف سيد الخلق اللي بعثوه ليك قدوه، راضي عصفور جنه يقلب حرة البوشطو، حسيت البرد والنار غرقان محروق، قولو تحسيت شكير ربك رب السماء، قولو على أم رضتك تموت ملايكة مخنوق، حريبا فاسد رستك الباب بئس الانتماء، لطول استعرفي كنت ديما نكبر بيهم، ما كنت نعرف انو كان الذل يلمهم او صغير. على شكون يحكي؟ يحكي على العرب وعلى حكام العرب صاحبي اللي عودنا شفناهم في حرب فلسطين اللي هما بالرسمي جبناء الكلهم على بعضهم، فهمتني كيفاش؟ خطر حتى حد ما دافع على فلسطين تو سامبلومون، ما شفنا حد لا دخل في حرب لا حد حاول باش يعمل كذا ولا كذا، يمكن تكلموا كيما نجم الكلام يكون للكاميراوات، فلسطين مازالت في الحرب، غزه مازالت تحت فهمتني كيفاش العدوان هذاك الكل، وفوق هذا الكل مازلنا ما نشوفوا شيء في العرب، يعني باش تفهم يا الراديو خي 8 سنين التالي تويكا زدنا اكتشفنا اللي الكلام اللي يدخل فيه راهو صحيح اكثر يمكن من قبل، تزيد ما نكبر بيهم والله، كنت نعرف انه كان الذل يلمهم او صغير عرف اللي تلقى صالح فيهم، صدقني الجاول يطلع ارجل برشا من صغرهم. Just plays next stage. It was radical. يا برو اسمع حاجه كيما هكا، رجعنا لحاجه شباب، رجعنا المزيكا كي نسمعها انا مودي يتحسن، حتى وكان بكلام يوجع، حتى وكان بكلامه كني بالرسمي نجم يهبط عليك الهم يا برو، خطر حاجات توجع تسمع فيهم وتعرفهم اللي حقيقه، ما هذا ما يمنعش المفيد انها حقيقه صاحبي. كي نسمع رابور انا موجود في تونس ومش تو عنده مديده فهمتني كيفاش، وخاصه بالنسبه لي انا شخصيا اني كيما نقولوا ما كنتش الشكل اللي عاطيه كيما نقولوا كيما تو القدر اللي نورمالمون ياخذه، خاطر صاحبي كي سمعت الرادي فهمت اللي لحبايب فاهم علاش الفان بيز نتاعو كني بالرسمي ما تحكيش معاهم، ما تبدلهمش رايهم اللي راهو الرادي خايب ولا رادي كذا ولا صاحبي. من الاخر سيد عقليه سيد يوصل في مواضيع بالرسمي تيدي رابوريت كاريرها ما توصلهاش يا برو، ومش مبالغه، خاطر انا واحد من الناس في سيري الرادي اللي سمعته من رسالات واللي سمعته من نقد واللي سمعته من حقيقه ومن ضد السيستم وضد السيستم العالم بليتو ولاي حاجه لازم تتقال يقولها، وطريقه التوصيل والديليفري برو والتكنيك نتاعو تشبيه كيفاش تحكي يا برو، تي بعيد ولا بعيد ولا دسمع مازال باش يتبدل منظوري انا متاكد، قلت لكم سيبال ولاد راني عارف مازلتش نسمع الراديو مازلت باش نفهم اللي الحبايب كل مره نزيد متاكد دي راهو فوضى مش عاديه فهمت كيفاش، اذا ما يمنعش الاولاد ريد ستار رادي ايلان الله يرحمه الاولاد، ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون، ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا.
نتقابلوا ان شاء الله في اخر وقت ممكن. تنسوش ارائكم كومنتاتكم دنيتكم اجواءكم سبسكرايب تاعكم خاصه. مرحبا بكم على انستغرام بيجي ماتا رياكشن 22 من سكول او اللي في الديسكريبسيون يا برو. نقرا خفيفه تلقى روحك غادي ما لفش تستنى. عندكم تيك توك بقشيش كل شيء موجود بيجي رياكشن موجود. كثرونا من التراكيت اللي كيما هكا, كثرونا من الابداع نتاع ريد ستار رادي. نعرف ريد ستار رادي سيري مازلنا كي بدينا فيها الاولاد, يعني بون مش مازلنا كي بدينا فيها داخلين في 30 تيتر يظهر لي, اما هذا ما يمنعش بالنسبه لي انا لازمني اقل حاجه نفوت ال 90 فهمتني كيفاش ولا 80 هكاك في الزون هذيك. ان شاء الله نخلطوا غادي, هذا الكل بيديكم انتوما. كان انتوما ديما موجودين رانا ديما باش نكملوا في الرياكسيونات, رانا ديما باش نكملوا في الريتم نتاع سيرياتنا نتاع العاده والعوايد. كل شيء منظم برو, ادخل الشين ادخل فيديو بلاي ليست ترقى السيريات الموجوده الكل, كل شيء موجود وبالتنظيم. تفرج في اللي تحب عليه من اللي بدينا فكره السيريات اللي هي عندها بدايده يا برو مدايده يا برو. اذا ما يمنعش الاولاد نتقابلوا ان شاء الله في اخر وقت ممكن. اذا حاجتك بتراك كالعاده نعاود نذكر ملك شي فما ناس جدد, حط في الكومنتير اسم التراك اللي حاجتك به. الشرط الوحيد انه يكون عش زوز شروط, الشرط الاول يكون هابط عشان نتاع ريد ستار رادي اوفيسيال, والشرط الثاني يكون تراك فوق الخمس سنين وانت طالع, يعني ست سنين سبع سنين ثمانيه سنين تسع سنين فهمت كيفاش. اختار التراك هذاك كان جاب اكثر لايكس اوتوماتيكمون نخدموه. مرحبا بالناس الكل, تقابلوا في اقرب وقت ممكن. ما نساوش موضوع العاده والقضيه الفلسطينيه واخواتنا في فلسطين, نذكروا بالقضيه باللي نقدروا وندعموها باللي نقدروا. تحيا فلسطين دائما وابدا, تقابلوا في اقرب وقت ممكن. Peace.